نستعمل هذه الطريقة. وهناك كذلك من ابتنى هذه الكتب بمخلصة على مستوى مكان بيع الكتاب. إقرار منحة جزئية لبيع الكتاب لأول مرة كذلك هذا الدخول، إقرار منحة جزئية لبيع الكتاب على مستوى كل مؤسسة تعليمية يستفيد منها الفريق الذي يكلف بالبيع. إجراء آخر، الإعلان بكل ما تعلق ببيع الكتاب من آليات ونقاط بيع ومكتبات ومعارض. تصميم، إجراء آخر تصميم تطبيق يفتح للعموم للتزويد بكل أماكن البيع بعنوانها وهواتفها وموقعها بتحديد مسارات الوصول إليها عبر تقنية GPS بعد اختيار الولاية والدائرة والبلدية.